فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم. تداعيات مقابلة الكلوب وسيابيل في الجولة الأخيرة كانت عندها تداعيات حتى على الصعيد المهني لبعض الأفراد في تونس. تعصب وصل لدرجات كبيرة من حاجة هذم محب للنادي الإفريقي تحكي عليه برشا في صفحة التواصل الاجتماعي. اسمه مروان الجبيري وقع تفضل من العمل متاعه في مقهى في بنزرت. الأسباب والتفاصيل كلها باش ناخذها مع عند مروان الموجود معنا بالتليفون. مروان أهلا بك. السلام اخويا. مرحبا مرحبا. شنو الامور خويا؟ والله الحمد لله صافا لاباس. انا نحب نقول حاجه بركه قبل ما نبدا معاك. انا معناتها كي عملت حاجه هذه معناتها كوني انا راني فدلك مع اصحابي. خلينا في الساعه شنو هي الحاجه الساعه قبل ما ندخل ديريك في الموضوع. شو عملت انت الساعه شنو شنو صار الحاجه هذه كوني معناتها فماش معناتها مبارتاجينها معناتها فما عباد مبارتاجينها حبيتها. انا حبيتها كيك نفدلك بها باصحابي معناتها هبط تدوينه فيسبوكي يا مروان. يعطيك الصحه. انا فلك مع اصحابي جوست فهمت. عندي اصحابي فلكوا معايا نفلك معاه نورمال معناتها. فما شكون بارتاجيها وبعثها للسيد اللي في المجلس النواب الشعب نائب في مجلس النواب. باش نكونوا متفاهمين يا مروان هي التدوينه مسيئه برشا مش شويه للبنزرتي. باش هذا نحب نكونوا واضحين فيه. انا ما نقصدش البنزرتي كله. انا نعتذر لكل بنزرتي كل محب نادي البنزرتي كونه اللي انا معناتها يمكن خذها فكرة أخرى. أما أنا راني ما نقصد بها حد شيء ونعتذر مرة أخرى. أنت يمكن حبيت تفادلك أسأت يمكن حبيت تفادلك أسأت التعبير أنت هكا. لا حبيت نفادلك مع أصحابي مش مع مش مع بنظرتي الكل معناتها. عندي في ما عندي أصحابي أنا بنظرتي يحبوا سيابي نفادلكم بعضنا معناتها حاجات هكا نورمال نفادلكم بعضنا ما نتعشوش عمرنا كاملة معناتها. وأنا معناتها من جولية بنظرت معناتها. أنت من ماطر ها؟ انا من ماطر معناتها من محبي ولايه ماطر ما نقدرش عليك معناتها احنا انا جوست معناتها حبيت نفلك بها ونزيد نعاود ونقولها نعتذر من كل بنزرتي وكل محب وكل امراه بنزرتيه نعتذر منهم على الشيء هذا باهي برشا. هما فزوا حاجه اخرى باهي خاطر حتى الفدلك اما وين انا ساعات تبدا تو نحن في تونس برشا محلولين وسائل التواصل الاجتماعي ونهبطوا حتى نامبورت كوا لكن فما حاجات تمس من العباد حقيقه التدوين اللي هبطها تمس لبنزرتيه هو ماذا بيا او انت حاجه باهي انك اعتذرت زاد. انا نزيد نعتذر ونزيد معناتها نزيد نعتذر مره اخرى ونقول لهم سامحوني كل مراه وكل طفله وكل راجل وكل محب سيابيه. يعطيك الصحة. انا عندي بها حتى ما قصدت بها حتى شيء بالنسبه ممكن بنظر. شنو صار بعد التدوينه مروان؟ وراي الحاجه الكل راي معناتها في الاخر كوره ناكو ديما رانا محتوينا في الكوره وكهو. صحيح تفدك في ايتال كوره وين انت في ايتال كوره واضح. يعطيك الصحة. ما نخرجش في الكورة معناتها ما نبعدش على الكورة معناتها أنا خاتيني السياسة وخاتيتني برشا حاجات أخرين حتى في الانتخابات ما ننتخب حتى شيء معناتها أنا مكة هو معناتها جيت حبيت نفلك مع أصحابي لكن على الأقل فما شكون ربي يهديه فرتاجيها وسيد في مجلس نواب الشعب كمل حير علي العبيد اللي كانت تحبني وكانت تعزني. صحيح ما ننكرش كون بنظرتي باهين معايا ومش خايبين معايا فهمت باهين ما نكذبش عليك معناتها فما يحبوني معناتها والحمد لله ما نكذبش عليك راني نزيد نطلب السماح مره اخرى من بنظرتي الكل. مروان بعد التدوينه فما نائب من نواب الشعب هو اللي اذا تقول انت قاد حمله عليك حاجه كما هكا. يعطيك الصحه هو اللي قاد الحمله الكبيره برشا عليا انا ووصلوا معناتها باش معناتها باش يقتلوني معناتها. وصلوك تهديدات بالقتل ولا كيفاش؟ وصلتني تهديدات بالقتل. انت مشيت تخدم من غدوه ولا كيفاش ولا في نهايتها مشيت تخدم ديجا وقتها ولا كيفاش بالضبط؟ واحد ديجا معناتها انا جاني واحد من محبي السيابي. اي قال لي خويا راك انت خويا وصاحبي خلي نعرف انت ما تقصد بها حد شيء ولا يمكن هما يفهموا حد شيء خلي برا امشي روح راهم عاملين عليك حمله. وانا نشكره برشا السيد هذايا من محبي السيابي. روحت ما مشيتش تخدم معناها هكا؟ روحت ما مشيتش نخدم جاتني جاني الامن مشيت قمت باللازم نتاعي قلت لهم شنو اللي صار شنو ما صارش كذا وكذا. وصلت الامن الحكايه جاوك الامن معناها هكا؟ يعطيك الصحه. ايه هو معناتها انا نقول ربي يهديه هو اللي كبرها الحكايه وراني انا الذي ما نقصد بها شيء وراني ولد بنزرت نقعد من ولايه بنزرت ونعتذر كما قلت لك لاي امراه ولا اي راجل ولا اي طفله ولا اي طفل من ولايه بنزرت ولد محبي السيابي نعتذر مرة أخرى راني ما نقصد حتى شيء. باهي، اش قالوا لك الأمن مروان؟ الأمن بس ما نكذبش عليك اللي قالوا لي مروان راهي ما تجيش راهي عيب راني قلت لهم فضلك. الحمد لله حبوا يلموا الموضوع الحمد لله وكهو.
باهي عرفك في الخدمه كيفاش؟ قال لك ما عادش تجي ولا كيفاش بالضبط؟ كلموه كلموا الامن قالوا خذر لي الامن هذا الرئيس المركز قال له انا ما عادش نستعرف بيه وشكون هو وحسبوه موش يخدم معايا معناتها نكرر فيا اللي انا كنت نحميله في المحل نتاعو ويعرف لي اللي انا معناتها ثقه وهو ديما يتفرج فيا في الكاميرا ولنهار وصلت غيرته بفرنك ولا حاجه وهو يشهد معناتها بيا فهمت من بعد في ليله ونهار بالتليفون العشيه بركة طلبته البارح العشيه ولا يتفسح عليا قلت له راك طيحت القدر قال لي برا كذا وكذا قلت له يرحم والديك راك انت اكبر مني اما هاوكا ربي تا يخولي حقي انا ما لازم نقول لك حتى شيء وتفاعلت معايا برشا عباد زاد بنزرت تفاعلت معايا برشا عباد بنزرت قالوا له يا مروان راك غلطت وحاول باش تصلح الغلطه وقلت له وراني البارح كتبت لهم في الباجيت يعني سامحوني راني ما نقصد بها حتى شيء راني كذا الله غالب في اللحظه هذيك حبيت نفدك مع اصحابي ديجا نفدك معايا اصحابي راه فهمت عندي اصحابي بنظرتي ونفدك معايا ونورمال معناتها هي في لافان 90 دقيقه كوره لا اكثر لا اقل اصبحت بطال اليوم وين هكا اصبحت بطال طردوني من بنزرت وحتى من الخطيبة كما نقولوا فيها مشيت على روحها كل شيء كنت خاطب مشيت على روحها كنت خاطب بنزرتي انت هكا على روحها كل شيء وحسيلو تفرح في الدنيا الكل معناتها واحد ولا مصفر خاطب بصراحة تفدليك قوية شوية انت ملوين زاد لازلت لهم شوية والله في امور والله انا كما قلت لك راني حبيت نفدلك مع اصحابي واني قلت لك راني نعتذر من كل بنزرتي ويعرفوني راه يعرفوني بنظرتي عندي 11 سنه في بنظرتي يعرفوني انا نحب الكليوب راه المشكل فيش يعرفوني نحب الكليوب وفدلكوا معايا فانتور كذاك الحكايه هذيك معناتها نورمال خويات هي 90 دقيقه لعب كوره معناها على خاطر ماتش كوره خسرت كل شيء انت اليوم انا ليه مش على خاطر ماتش كوره اما السيد هذا نتاع مجلس النواب الشعب هو اللي يحير عليا العباد وهو اللي يهيج عليا العباد وانا نقول له ربي يهديك يا سيد اش قالت لك خطيبتك كل واحد على روحه انا وياها فما بتاع حريف ما فما تكون حرضها هي زاده ولا كيفاش عائلتها ما قبلوش ولا شنو والله مش يهددوا فيها هي في الدار وبالحاجات هذيك هي قالت لي كهو كل واحد على روحه واضح سمعنا فما شكون من حبينا الفريق يلقاو لك خدمه اخرى حاجه هكا ولا ساندوني برشا نشكرهم برشا بالحق وانا غدوه باش نهبط لتونس على بالحق خاطري استناو فيا قالوا لي اجا من تو وانا ما نكذبش عليك معناتها عندي امور اللي قلت فيها وان شاء الله غدوه بقدره ربي نمشي لتونس برشا يستناو فيا برشا قالوا لي ابعث لنا نوامرك باش نكلموك وباش ندبروا لك خدمه ويرحم والديهم معناتها الكلوب السي كل بالحق رجال وكلوا معايا ونحب نشكر زاد المحامي سي فرحات تومي بن فرحات تومي بن فرحات كلمني الصباح وبو على اساس غدوه باش نتقابل انا وياه ونشكر بالحق كل محب كلوبيست يسال علي ويغار عليا وصل معناتها كلمني الصباح واحد من بلجيكا قال لي خويا انا نبعث لك غدوه ماندا ولا بعد غدوه انا نقول له يرحم والديك ويقول لي ليه راك خويا راك قال لي صحيح هما الله غالب حاجه بقت نكتك احلى من عام 92 الله غالب خويا تك نكتك احلى فيك انت خويا وربي يهدي لي كان السبب وكها هو ذاك انا شنو نجم نقول انا ونعتذر مره اخرى راني نعتذر على موت الاحياء نعتذر من كل بنظرتي امراه راجل اي واحد نعتذر منه واضح يعطيك الصحة شكرا لك يا مروان على تدخلك معايا هو باش نكونوا متفاهمين الحاجة الباين انك اعتذرت من كل بنظرتي يا مروان نعتذر ونقعد ديما نعتذر لهم ونكلزم ديما نقعد نكتب لهم ديما ستاتويات نقول لهم يا ناس راني اخوكم ومن جهتكم وراني نحبكم برشا بالحق راي مش كوره راي الدنيا فيها موت ما هيش كوره كل شيء راي في الدنيا هذه راي في خلاعب ومعناتها توفى الكوره على روحها نقعد خيين نقعد حبيب في اطار روح رياضيه وراني ديما نقعد نقول لهم سامحوني كان مسيتكم ولا عملت لكم حاجه راني انا ما نقصدش بنظر تيا الكل جيست صحابي تفذليك وكها وراكتا نقل وربي يهدي لي كان السبب ان شاء الله يعطيك الصحة شكرا لك مروان على تدخلك معنا قلت حاجة باهية انك اعتذرت من كل احباء السيابي لكن فما برشا كلام حتى برشا ناس تستسهلوا على صفحات التواصل الاجتماعي نتاع اعراض جهوية تمس حتى من العباد مثلا بينا نتفاداو يعني حتى تونس الكل ما تجيش حومة في بعض البلدان معناها ماهيش كبار برشا بلاد صغيرة بكلنا يد واحدة بكلنا بلاد واحدة وساحل والا عاصمة والا
الوطن القبل الكل كيف كيف وإلا بنزرت إن شاء الله ما عادش نشوف حاجة هذا وإن شاء الله حتى ما يوصلش عبد كيف كيف يفقد الخدمة نتاعو. هكا نكملوا فير بلاي اليوم. شكرا على يا باشا في الإخراج، أيضا آدم المدب في الإخراج الرقمي. أجمل تحيات إسلام المدب.